ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وبعد ذلك انتقل بنا الحق إلى الدائرة الأولى في تكوين المجتمع، وهي دائرة الأسرة. الأسرة مكونة من الوالد والوالدة والأبناء، فحب يصلح اللبنة الأولى في الأسرة. اللبنة الأولى في الأسرة الوالد والوالدة بيخدموا الواحد لحد ما يبقى إيه؟ ما يكبر كده، وبعدين الضعف يجي لهم. لما الضعف يجي لهم يبقوا في حاجة إلى من؟ لو أنت شفت إزاي في الغربيين تقوم تجد المسألة دي في القرآن مهمة جدا في المجتمع، لأن الولد من دول بمجرد ما يقدر يكسب ينسبوه وينسموا، وأبرهم بأبيه وأمه يقعدوا في دار مسنين ولا مش عارف ايه ولا يعرف عنه حاجة. إذن دي قضية يجب أن ايه. ولذلك بعض الحكماء قال ايه، قال الزواج المبكر خير طريقة لإنجاب ايه. انت بتتجوز عشان تجيب ايه؟ طفل؟ لا، خير طريقة لإنجاب أب يعولك في طفولة شيخوختك، لأنه هيبقى بعدين بقى يكلأ إلى من بعد علم شيء يبقى عايز إيه. يبقى أنت لما بتتجوز بدري بتجيب مين؟ مش بتجيب إب، أنت بتجيب مين؟ أب يعمل وقت إيه؟ يعولك في طفولة شيخوختك. فربنا حب يدي المسألة دي حساب في أن اللبنة الأسرة تبقى إيه؟ سليمة. فقال إيه بقى؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، يا سلام، ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن فلا تطعهما، إلي مرجعكم إيه؟ جميعا فأنبئكم بما كنتم إيه؟ لا لسه. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلاص، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لأن في آية تانية هنا دي بتقول ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا. لا، دي كانت بتقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. خلاص، حملته أمه إيه؟ ووضعته إيه؟ وحمله وفصاله حتى إذا بلغ أشده وبلغ إيه؟ قال رب أوزعني أن أشكر نعمت. إيه حسنا وإيه إحسانا؟ ما هو الاثنين الوصية واحدة، إيه الفرق بين إحساننا وحسن هنا؟ قال لك لا، الحسن قال له أنا أوصيك بهم مش تحسد إليهم، يعمل لهم الحسن ذاته. زي ما نقول فلان عادل وفلان عدل، فلان ايه عدل، يعني كانه ايه عدل. قول اعمل وياهم العمليه تبقى ايه حسن مش احسان. يبقى اذا حسن اقوى من مين؟ من احسان. طب اشمعنى هنا احسان واشمعنى هنا حسن؟ قال لك لان ايه ووصينا الانسان بوالديه احسانا ليس فيها ما يوجب اللذذ الايماني. ما قالش في حته الكفر بقى، لأنه حيقول هنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، مش كده؟ الله. لكن فيها تاني يقول لك وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. قال لك لأن مدام مفيش لذذ إيمان يعني مش كفرة، يبقى طبيعة الحسن طبيعية يعني مفيش عداوة، هيعدوهم ليه؟ يبقى يكفي إحسان. لكن لما يكون فيه كفر يمكن الكفر يعمل فيه لذاذة يخليه يقطعهم ولا يخليش يسأل عنهم، فعايزة ايه؟ شدة في التكليف. قال ووصينا الإنسان بوالديه مش إحسانا حسنا، لأن هنا الايه هم كفرة، ومش كفرة بس، ده كفرة وعايزين ياخدوا الولد يبقى كافر وياهم.
ومش عايزين ياخدوه كده بالهمدة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس الله. يبقى المسألة عايزة قوة إيه؟ قوة تكليف. ليه؟ قال لك ربنا بيوصي دي لأنه السبب المباشر للوجود، فما دام السبب المباشر للوجود بنعمله ربنا وسيلة إيضاح عشان يجيب أصل الوجود من اللي عمله. يبقى أنت بتاخد بالسبب بيقول لك اكرمه، كان يجب أنك أنت اللي خلق الوجود ده كله من أوله لآخره تعمله يعني إيه؟ يبقى إذا سبب إيه؟ بده أن يقول لك أبوك اللي بيجي أكلك واللي بيشرب وأمك تعبت فيه ومش عارف إيه وبتاعه دي، يبقى إذا ما دام عمله هيك كان الأصول تعمل إيه بقى أنت؟ أنك تحسن إليهم. طب ده وجود سببي، أمال الوجود الأصل الأصل الكل ده؟ ده يبقى كان يستحق إيه؟ يبقى إذا ده إيناس بالإيمان. ولذلك هناك الحق يقول إيه؟ واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا، لأن دول سبب الوجود الجزئي. اعبد ربنا اللي سبب الوجود الإيه؟ الوجود الكلي. يبقى اعملها. الحق سبحانه وتعالى حينما قال هذا قالها في كافر، يبقى عايز يأكد الحسن، ما قالش إحسانا قال إيه؟ حسن، لأن دي عايزة إيه؟ هنا بقى برضو المستشرقين يقول لك برضو في آيات في القرآن بتعارض آيات. طب زي ايه يا سيدي؟ قال لك هناك وصاحبهما في الدنيا ايه، وفي آية تانية بتقول ايه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ايه. الله، يبقى معناه بيقول ايه، ويكون وشبوك يعني. طب اذا قل له انت ما فهمتش، لانك ما انتش عربي ولا انتش فاهم مدلولات الالفاظ. ما هو الود وما هو المعروف؟ الود ميل القلب ينشأ منه اننا نعمل فيه الخير، انما المعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، ده استبقاء حياة. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في آية تانية قال وصاحبهما إيه؟ في الدنيا معروفة. إلي مرجعكم فأنبئ الله. بهنا معنى إلي مرجعكم يعني بقول له خد بالك من الحكم ده، لأن أنا هسألك عنه يوم القيامة. ما الإلي مرجعكم تيجي هنا ليه؟ يعني مش حكمك منهم كفر يعني حاسبك؟ لا، لأنك أنت إن ما عملتش كده هترجع ليه أقول لك أنت ما عملتش كده ليه؟ نعم. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللي مذكور هنا إيه؟ اللي مذكور إنهم هم كفرة وإنهم كذا وإنهم كذا وإنهم كذا، مش دي يعني تفهم هيك منهم كفرين بي أنا هغطرش وياك على لا، ده أنا هسألك عن هذا الحكم وقول أنت عملت فيهم المعروف ولا ما عملتوش. هناك الآية الثانية ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسانا. طب التوصية بمين؟ بالوالدين اللي هو الأب والأم، هذه واحدة. الحيثيات التي ذكرها الحق كلها تتعلق بالأم. ووصينا الإنسان بوالديه إيه إحسان، إيه؟ حملته أمه إيه كره، ووضعته وحمله وفصاله 30 شهرا. جاب الحيثيات لمين كلها؟ ما جابش ولا حيثية لمين؟ للأب. إلا في الآخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة في الآخر، إنما حيثية ما جابش حيثية. ليه؟ قال لك لأن متاعب الأم وجدت والطفل ليس عنده وعي عشان يعرفه، لا عرف هي حملته ازاي وتعبت ولا بترضعه ازاي ولا عمال ترعاه وهو في اللفة ازاي ولا عمال يقرفها بالمش عارف ايه، ما يعرفش الكلام ده. لكن لما كبر وبقى عنده ادراكات كل ما يعوز حاجه تقول له امي ابوك، ابوك يجيب لك، ابوك ايه بقى الله. اذا حيثيات الاب معلومه لمين؟ المشاهدة. انما حيثيات الام هي اللي ايه، فهي دي اللي عايزه ايه تنبيه. قال له ايه؟ انظر اليها. والذين امنوا وعملوا الصالحات، الأول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هي الأول قال إيه؟ نكفرن عنهم، لأن التخلية قبل التحلية مش كده، ودرء المفسدة مقدم على
جلب المصلحة. احنا قلنا زمان افرض ان انت قاعد كده وواحد مسك حجر كده وعايز يرميك بيه, وواحد مسك تفاحة وعايز يرميك بيه, خلاص تقوم ادي ايدك للتفاحة ولا للحجر؟ لا شو نحوش الحجر الاول. يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نعم. هنا بقى والذين امنوا كبيرة قوي, هم قال لك لان الدخول في الصالحين ده متمنى الانبياء نفسهم. الانبياء بيتمنوا انهم ايه, سيدنا يوسف قال ايه, رب قد اتيتني ايه وعلمتني إيه؟ فاطر السماوات والارض انت ولي إيه؟ توفني مسلما والحقني بالصالحين. بقى متمنى النبوه انه يدخل في مين الصالحين, يبقى هنعملهم في الصالحين. ولذلك هيقول برضه في ايه ثانيه, اولئك مع الذين انعم الله عليهم إيه؟ من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه برضو حتة ما صبرش على الابتلاء, برضو لسه في ايه في الموضوع. ومن الناس من يقول آمنا, يبقى القلب باللسان بقى. ولذلك الآية تقول لما تقولون ما لا تفعلون, يبقى لازم القول يسنده ايه, مش بس تقول, لا اقرأ قول الحق سبحانه, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله, يبقى هم قالوا إيه, القول بتاعهم إيه, نشهد إنك لرسول الله. طب والله يعلم إنك لرسول, يبقى هم قالوا اللي أنت تعلمه يا رب. وبعدين يقول عليهم والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده انت قلت ان انا هم قالوا من اللي اعلموا. يقول لك ما هو انت مش واخد بالك, انت فاهم ان ربنا بيقول كذابين في قولهم نشهد انك لرسول الله. ده يكذبهم مش في انك لرسول الله, ده هو رسول الله صحيح, انما في قولهم نشهد. لان نشهد دي لازم اللسان يواطئ القلب, هم مش عندهم دي. يبقى التكذيب لما تقول نشهد ولا لنشهد, لا لنشهد, انما انك لرسول الله باتفاق دي. ولذلك الله يعلم انك لرسول, ما يعلم المنافقين كذبا ليه, في قولهم ايه, في قولهم نشهد. ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله, يعني بسبب الايمان, معنى اوذي في الله يعني مش عمل حاجة والناس بتأذيه من اجله, ده لأنه إيه؟ لأنه آمن. أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني إيه؟ فتنة الناس بيعذبوه لأنه آمن, مش كده؟ ما هي ده أوذي في الله, يبقى بيعذبوه ليه وبيأذوه؟ لأنه إيه؟ طب ومدام عذبوه لأنه آمن يرجع ما يبقاش مؤمن, يبقى اذا احترم عذاب الناس وخاف منه ولا ما خافش؟ طب هو عذاب الناس ما تعملوش زي عذاب الله؟ طب ما انت برضه لما تكفر هتروح لعذاب الله, وده عذاب من الممكن ان ينتهي ولو بموت المؤذي, وذوك ما ينتهيش, يبقى غباء في المناسبه ولا لا؟ ازاي قصه دي؟ فاذا اوذي في الله جعل سوى بين فتنه الناس وعذاب ربنا. نقول له انت كفرت لان خايف من العذاب, طب ما انت لو امنت ما يجيش عذاب, وانت كفرت هنا عشان ما يجيش عذاب. ايه الفرق بين عذاب وعذاب؟ ده عذاب ربنا اشد, لان ذكا سيعذبك بمقدار طاقته والله يعذبك بمقدار قدرته. يبقى نقول لي بقى, يبقى القياس غلط ولا لا؟ القياس غلط. ودي بقى
في قضية في الأصول يقول لك والعبرة لا بخصوص الموضوع ولكن بعموم السبب. يبقى دي منطبقة وإن كانت الآية دي نزلت لحادثة مخصوصة. في واحد اسمه عياش ابن أبي ربيعة. عياش ابن أبي ربيعة كان يبقى أخو أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام. وأبو جهل له أخ اسمه الحارس ابن هشام. يبقى أبو جهل وأخوه مين؟ الحارس. عياش ابن أبي ربيعة أخوهم من الأم اللي هي أسماء. أخوهم من الأم. فأسلم عياش ابن أبي ربيعة. فلما أسلم هاجر وذهب إلى المدينة. فأمه قالت لا يظلني سقف ولا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا ولا أغتسل حتى يعود إلى دين أبائه. قعدت أول يوم وتاني يوم وتالت يوم وبعدين لقت مفيش فايدة الجوع أرسها بقى قامت رجع. أبناء ابنها الاثنين اللي هو أبو جهل والحارس قال لك ما دام أمنا بقى زعلانة الزعل ده وعملت في نفسها العمليات دي إما نذهب إلى المدينة ونجيب الولد ده نخليه يرضي أمه. فلما ذهب إلى المدينة ظل يغريانه ويرققان قلبه على أمه. أمك كذا وأمك كذا وأمك كذا وأمك كذا وأمك كذا. قال لهم أنا مش حاسب الإسلام. قالوا ليك عليني إننا ما نفتنكش عن ديننا بس تعالى قدامها كده اسمها تشوفك وبتاع وخلص وحنسى ندكن على دي. فلما خلوه خرجوا من المدينة أوسقوه بالحبال وضربه أبو جهل 100 جلدة والحارس 100 جلدة بس أبو جهل كان أخف عليه في الضرب من الحارس. أم هو تعب أو من الحارس وأقسم بالله لئن أدركه يوما حتى وهو خارج من الحرم لا يقتله. خلاص انتهت المسألة ورجع وراح لأمه. وبعدين هاجر رسول الله فهو أخذ غرة كده وتنم إيه مهاجر وأسلم. لما ذهب إلى هناك وأسلم فوجئ بإن الحارس أخوه في المدينة عند قباء. أم قال أنا حلفت إن كان خارج بالحرم لازم أقتله ما كانش بلغ إن الحارس أسلم. فراح مسكه قتله. فنقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نزلت الإيه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي عذابهم له كعذاب الله وأراد أن يفر من عذاب الناس فكفر ومحبش يفر من عذاب الله ويؤمن. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. يعملون بقى سهم في الله. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طبعا عارف هم كانوا بيتمنوا لنا ايه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ايه إلا خبالة مش كده. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هو علمهم من قبل ما يتوجدوا هيحصل لهم ايه. إنما فيه فرق بين علم مسبق على الحدث وعلم بعد ما يقع الحدث نفسه. لأنه لو قال ما كنت أعمل فيهم كذا لأن عارف إنهم فضلهم هيحصل منهم كيقولوا لا والله ما كان هيحصل منا حاجة فيسيبهم لحد ما إيه ما يحصل بالفعل. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لون من الإيذاء اتبعوا سبيلنا. يعني شوفونا ما احنا ماشيين في ايه دين ابائنا ودين اجدادنا وبنعبد الاصنام والاوثان وانتوا هبل ده احنا بنعبد الهه ملهاش مطالب منكم. بيعبد صنم طب الصنم قال له افعل ايه ولا تفعل ايه
ولا حجر على حريته. ده دين حلو، ده ايه الدين الحلو ده؟ دين نعبد واحد ما يكلفناش تكليف، وانا مالي بقى ومال اللي بيكلفني يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا؟ ده ما بيقوليش حاجه ابدا ابدا. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا. ساعة ما يقولوا اتبعوا سبيلنا عشان تشوفوا غباء الكافر. طب هيفرض انه اتبعوا سبيلك، امن هو بنفسه بان دي خطيئة، قال ايه؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. طب ما دام عرفت انهم هيعملوا خطايا يبقى يدلك على انه بيتكلم كلام بس كده، لنحمل خطاياكم. واحد يقول لك على الحكم مثلا يعمل دي وعليا انا اللي مسؤول عنها امام الله. طب تبقى تعمل لنا ايه يا اخوي المسؤول عنها؟ لما يجي ربنا يعاقبني يقول له لا حيلك ما تعملش لك كده عشان خاطر، فان كنت بقى شفيع عنده ولا قوي يقول له لا ما مكنكش من انك تعمل. ايه اللي تحمل خطايا دي؟ يعملهم ولا على 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 مسؤوليتك؟ ايه اللي مسؤوليتك؟ مسؤوليتك تنفعني بايه هنا؟ وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، يعني خدوا الحكم مني، وان كانت في خطايا احنا هنحملها عنكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وبيأكد لنا كذبهم في ايه؟ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الايه؟ وأعداء. ودوكم يقولوا يا أولاد الإيه أنتم اللي أضلتونا، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الإنس نجعلهما تحت أقدامنا. الله، يبقى إذن المودة اللي كانت بينكم وبين بعض انتهت، دي كانت مودة لأنكم مجتمعين على ضلال وعايزين تبقوا يا بعض، إنما في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ساعة المتقي ما يشوف المتقي كده ولو كانوا أعداء في الدنيا يقول له يا شيخ انت عملت فيا جميل، ضربت على ايد النهار وعملت كذا، لا انت عملت فيا مش عارف، ويحبه. ودوك يقول له يا ابن الكلب انت اللي اغوتني وانت اللي مش عارف ايه وبتاع. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه؟ الا مين؟ الا المتقين. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، يعني ايه الطريق اللي احنا ماشيين فيه اللي هو بنعبد الاوثان وبنعبد الاصنام، لان المساله دي مؤونه الدين خفيفه، لانهم لا تكليف لهم ولا هيقولوا لنا اعملوا اي حاجه، بل على كيف نعمل دي. ولنحمل خطاياكم، نقول لهم عرفت انهم خطايا؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، زي الغباء بتاعهم يقول ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر. قال لا. طب اذا كان الحق من عندك كان الاصول تقول اهدينا له؟ قال لا. وهناك الآية الثانية يقول إيه؟ لا لا. طب لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب يا ولادي الإيه ما دام أنتوا عرفتوا من رسول الله بتمنعهم على أنهم ينفقوا ليه؟ بيقول لك غباء، غباء في المواجهة حتى. نعم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء بل سيتدافعون. ودول يكرهوا ده يقول فيه كذب. إنهم لإيه؟ لكاذبون. مش بس كده، مش هيحملوا خطاياهم، ده انتوا هتاخدوا اوزار واوزارهم كمان على اوزارهم. ولا يحملن اثقالهم، الاثقال اللي هي الاوزار اللي هيحملوها هياخدوا وزر على وزر. يجي برضو المستشرق يقول لك يا اخي انا بقول لا تزر وازره وزر اخرى، هناك في ايات ثانيه يقول لك ليحملن اثقالا مع ايه ولا يحملن اوزارا مع، وهو بيقول لا تزر وازرة وزر. يقول له برضو انت ما انتش فاهم، لانه فرق بين وزر الضلال في ذاته ووزر الاضلال للغير. لو ضل هو كده كان يبقى وزر واحد، فاحنا ما عددناش، يبقى برضو لا تزر وازرة وزر ايه؟ وزر اخرى. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، يبقى الاثقال الاولى بتاعت ايه؟ ضلالهم هم، والأثقال الثانية اللي هي إيه؟ إضلالهم للغيبة. فيه فرق بين ثقل ضلال وثقل إيه؟ وثقل إضلال. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والافتراء تعمد الإيه؟ تعمد الكذب. وبعد ذلك بعد ما اتكلم عن المقدمات في عمومها
أراد أن يتكلم عنها في خصوص الرسالات. قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. العلماء يقولون إن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى البشر. أما اللي كان قبله كانوا إيه؟ آدم وإدريس. قال لك دول ما كانوش رسل، دول كانوا أنبياء أوحى الله إليهم بشرع يعملونه ويعملوا نموذج إيماني حلو كده وسلوك طيب، اللي يشوفهم حلوين كده يعمل زيهم، واللي ما يعملش زيهم ما يبقاش كافر، لكن اللي يعمل زيهم وينقص هو ده اللي يبقى كافر. قال لك طب هو ده مش يبقى رسول بقى؟ قال لك ادي اللي خلاهم يفرقوا بين النبي، ان النبي ارسل اوحي اليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. اللي يشوفه كده بيعمل كويس كده ايه يعمل ايه يعمل زيه، لكن الاثنين مرسلين. ولذلك في الآية القرآنية وما أرسلنا من رسول ولا نبي، يبقى النبي مرسل ولا لا؟ بس مرسل لذاته، وبعدين إن عمل أسوة طيبة كده في وسط الناس إيه؟ يقوموا يقلدوه. وده ليه؟ اشمعنى يعني في الأول كده كان قبل نوح؟ أم قال لك لأن الرقعة الإنسانية كانت لسه، لأن الأجيال طلعت من آدم وبعدين ابتدت تكبر شوية في شوية. فعادة الإنسان الصغير يشوف أبوه بيعمل إيه وبيعمل زيه، فلما أبوه يعمل زيه بيعمل لسه على حديث عهد بأنه بيعمل أعمال كويسة يبقى يعمل أعمال كويسة. لكن لما تتسع الرقعة وبعدين ده يبقى هنا وده يبقى هنا وده يبقى هنا، احتاجت إلى أن يرسل إيه؟ إلى أن يرسل إيه؟ رسل. وإلى لقاء آخر.